اولا الحكم حاليا هو حكم غيابي، اذا يمكن ان يقدم معارضه فيه، وبعد المعارضه من الممكن ان يستأنس. بما ان لم يقدم المعارضه لا نعلم على وجه اليقين ماذا سوف يكون الامر لاحقا. طيب المجلس حاليا ليس في دور انعقاد، في بداية دور الانعقاد. من الممكن إذا لم يتم تقديم معارضة وأصبح الحكم نهائي، من الممكن أن تثار مسألة إسقاط الهوية، ولكن هذا يحتاج إلى إحالة للجنة التشريعية وبحث وتقديم تقرير، ويتاح له أن يقدم دفاع. إذن في المرحلة الراهنة نحن أمام حكم غيابي يمكن إجراء المعارضة فيه. إذا لم يتم تقديم المعارضة من الممكن أن تأتي نتائج لاحقة. طيب في الوقت الحالي هل يمكن المطالبة بتسليم دشتي عبر جهاز الانتربول لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه؟ للانتربول يجب ان يقدم امامه طلب وفق قواعد الانتربول. اذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي او جريمة رأي، فالانتربول وفق قواعده لا يتدخل في هذا الموضوع. اذا سوف يكون امام الانتربول تكييف طبيعة الحكم الصادر، هل هو في مسألة رأي او هل هي مسألة ذات طابع سياسي. نعم، الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، شكرا جزيلا لك.